اوكي يعني من الكهرباء، وسيله الكهرباء للكاريكاتير والابتسامه الحلوه. الابتسامه الحلوه كمان المختلفه، على فكره مصر تاريخ طويل جدا مع فن الكاريكاتير وروسيا كمان، الفنانين الروس ليهم كمان بصمه في الفن ده. تعاون مصري روسي جميل ومختلف في فن من الفنون محببه جدا لكل الناس. المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع الجمعيه المصريه للكاريكاتير، وهي من اعرق الجمعيات المهتمه بهذا الفن في مصر، اقامت معرض مشترك ثنائي ما بين مجموعه من الفنانين في مصر ومجموعه من الفنانين في روسيا. شارك حوالي 52 او 53 فنان مصري وفنان روسي. تعالوا نشوف التقرير ده والفن الخاص بالكاريكاتير ما بين مصر وروسيا. نظم المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتور واتحاد منظمات الكاريكاتور المعرض المشترك الثاني بين فناني مصر وروسيا بعنوان كاريكاتور من مصر وروسيا، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتور. ده المعرض الثاني بين فنان الكاريكاتير من مصر وروسيا. احنا يمكن نظمنا معرض نفس المعرض كاريكاتير من مصر وروسيا، ده كان السنه اللي فاتت في 2016 كان في شهر يناير. احنا بنتمنى ان شاء الله المعرض ده يستمر كل عام، ونتمنى ان يكون معانا مشاركين وفنانين من روسيا يكونوا حاضرين معانا سواء في المعرض هنا او في الملتقى ان شاء الله اللي هننظمه، الملتقى الخامس اللي هو هيكون في شهر ابريل ان شاء الله العام القادم 2018. بدأنا موسم ثقافي جديد وبمعرض رسام كاريكاتير مصريين والروس، لكن ده حدث احنا بنعتبر حدث كبير جدا، لانه اغلبيه من اعمال الروس هو عن مصر. يشارك في المعرض 52 فنانا، منهم 17 من روسيا و35 من مصر، ويضم مجموعة من الأعمال الكاريكاتورية التي عرضت في الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتور والذي افتتح في شهر مايو الماضي بقصر الفنون بدار الأوبرا، ويتناول موضوع المرأة بمناسبة اختيار عام 2017 عاما للمرأة. الملتقى الدولي كان عن المرأة، كل رسامين الكاريكاتير اشتركوا. المعرض ده تحديدا اخترنا ان احنا نجمع رسامين الروس مع رسامين المصريين في معرض واحد. نظرتنا للمرأة بتختلف من شخص لآخر. انا كرسام كان يهمني ان انا اعمل رسومات ساخرة بتعبر عن احساسي تجاه المرأة. اللوحة الاولانية تقريبا راسم واحدة ماشية وبعدين المطر بينزل عليها فالفستان بيطلع ورد وزهور، واللوحة التانية لوحة ساخرة يعني ان واحدة في مركب بتدور على حد ينقذها، وفي اللحظة اللي احنا بنتصور الاتنين يبقوا مع بعض بتختار تبقى هي الوحدة. وانا اخترت ان انا اتكلم عن العظماء عندنا احنا في مصر، فاخترت ان انا ارسم ام كلثوم، نبويه موسى، روزا اليوسف، يعني اكتر ناس علموا وعملوا بصمه. معرض يضم باقه من اجمل اللوحات الكاريكاتوريه لفنانين استهدفوا عرض كافه مشاكل المراه وحلها من خلال فنهم الهادف. ميرنا عادل، صباحو. وعموما الكاريكاتير يعني مش بعيد عن مشاكلنا طبعا وعن السياسه، هو الكاريكاتير عباره عن مواقف سياسيه مضحكه، يعني هي ممكن بالكاريكاتير ده الرسمه دي تعبر عن مليون كلمه نقولها في مقال.